كشف عضو لجنة الاقتصاد النيابية سيبان عزيز عن اجتماع جمع اللجنة مع عدد من المصارف التي تم حظرها للوقوف على مدى صحة المعلومات التي استندت عليها وزارة الخزانة الأمريكية الخاصة بتهريب الدولار، مشيرا إلى أن التحقيقات ستفضي إلى اتخاذ قرارات تصل إلى إعادة تلك المصارف إلى منصة في حال ثبوت عدم ضلوعهم بالتهريب. اليوم كلجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة اجتمعنا مع المصارف التي عاقبت يم الخزانة الأمريكية، وحدثنا بشكل عام عن أسباب العقوبات، وإحنا نريد نحقق الموضوع ونحصل على حقيقة هذا الموضوع. أم هناك تهريب الدولار للدول لو أم ليس هناك أي تهريب؟ فإذا كان هناك التهريب، نحن مع مصالح الشعب العراقي وسندافع عن الاقتصاد البلد وشعبنا ومستقبلهم. وإذا كان القرار الخزينة غير صحيح وليس هناك أي تهريب الدولار، فسنحاول لحل الأزمة وبفتح المنصة لهذه البنك. نحن كلجنة المختص في مجلس النواب بدأنا بالتحقيقات، وورا التحقيقات سنأخذ إجراءات اللازم. يعني أول شيء لازم نحقق هذا الموضوع، ووراها راح نقرر. اليوم احنا بدأنا كأول اجتماع، واجتمعنا مع كل المصارف المعاقب، والأيام القادمة سنقعد مع البنك المركزي وخزانة الأمريكية حتى نحصل على السبب لهذه العقوبات.